ولن تطيب الحياة إلا بتقوى الله سبحانه وتعالى. من عمل صالحاً من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياةً طيبة. المتقون تطمئن قلوبهم في الدنيا بذكر ربهم سبحانه وتعالى. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. المتقون يجعل الله عز وجل السعادة والقناعة في قلوبهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كانت الدنيا همه فرق الله عليه أمره وجعل فقره بين عينيه، ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب الله له، ومن كانت الآخرة نيته جمع الله عليه أمره وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغبة.